This is the storage of the drugs of the whole hospital, and it is the whole quantity cannot belong for more than 10 days. After that, we don't know how can we can manage. هذا الحصار بيسبب قلق للناس بيسبب لنا احنا اشكالات بيسبب ارتفاع باسعار البضائع بيسبب قله في بعض البضائع الموجوده في السوق هذا مشكله كبيره يعني هذا ماساه انسانيه يعني البلد بحاجه لكل شيء هم ياخروا الدقيق وياخروا كذا لحد ما يتلف